منكمل برنامج صباح اليوم. المشكل الأخطر خليني أقول يلي عم بيواجه لبنان خلال الساعات الماضية وخلال الأيام الماضية هو مشكل الاتصالات، مشكل أوجيرو، مشكل الإنترنت، مشكل الهواتف الخلوية. وهل معقول تتوقف شركتي تاتش وألفا عن العمل كليا؟ وهل سنكون ضمن جزيرة معزولة؟ وما هو البديل؟ وكيف ستحل أوجيرو مشاكلها؟ هل سيكون هناك استجابة لمطالب الموظفين؟ كل أسئلة رح أطرحها على السيد عماد كريدية مدير عام هيئة أوجيرو. صباح الخير. صباح النور لك وللمشاهدين. استاذ عماد اهلا وسهلا فيك. يعني ملف أوجيرو مستمر خلال الايام الماضيه لحد اليوم، ونحن حابين نعرف منك شو صار بهذا الملف، وشو خليني اقول الوعود او على طاوله الحوار، هل من حلول في الافق؟ اولا اليوم عم نضوي على مطلب واحد من مطالب الموظفين هيئه أوجيرو، في مطلب ثاني اللي هو بيواجه باهميته تعديل الرواتب أو تحسين الظروف المعيشية للموظفين. نعم. أنا وهو اليوم أنه على المسؤولين أن يتحملوا مسؤوليتهم تجاه استمرارية القطاع، لأنه أوجيرو عم بتعاني مشكلة أكبر بكثير من قصة الرواتب، ألا وهو نقص التمويل لتشغيل وصيانة هذه الشبكة. هيدا كان بهمني أنا أضوي عليه قبل ما جاوبك على سؤالك، وهذا اللي الناس عم تنساه، وخاصة وسائل الإعلام كمان عم تنسى أنه هذا الموضوع من الأهمية بمكان، أنه حتى لو أعطينا زودة رواتب للموظفين، إذا ما أعطينا هيئة أوجيرو الموازنات، نحن وزنة سنة 22 بعد ما أخذناها إخدين سلف، وموازنة 23 حدث ولا حرج. هيدا حتى لو أعطينا نحن الرواتب للموظفين، إذا ما في عنا قدرة نشغل هيدي الشبكة المشكلة حيكون موجود. أما بالنسبة للمشكل الآن اليوم، نحن بإذن الله اليوم بعدنا عنا جولة حوار مفصلية اليوم الصبح، ويمكن كمان اليوم بعد الظهر لندفع إن كان نقابة الموظفين ومعالي الوزير للجلوس على طاولة واحدة لاستنباط حلول بتوقف المشكلة الكبير اللي عم بيعاني منه البلد اليوم. إلنا 3-4 أيام عم نشتغل بصمت وبهدوء لنوصل لقواسم مشتركة بتأمن استمرارية العمل واستمرارية الخدمة بالبلد، وكمان أنه الموظفين يكونوا مرتاحين، لأنه صراحة بظل هالغلاء الفاحش الرواتب اللي عم ياخدوها ما بتكفي ليجوا على شغل وصاروا بشكل يومي، وخاصة الكل بيعرف الموظفين أوجيرو بيجوا 5 أيام بالنهار، وفي نهارين في فرق طوارئ بتكون موجودة لتغطي السراتية. صحيح. فهيدا الشيء هيدا اللي نحن عم نشتغل عليه، وإن شاء الله بإذن الله اليوم بعد ممكن يكون في أخبار. نعم. يعني أخبار جيدة إن شاء الله. ولكن أستاذ عماد، يعني حضرتك هلأ عم بتضوي على مشكل أهم، على مشكل أصعب، يعني فيما لو الموظفين خلينا نقول حصلوا على زيادة رواتب وتحسنت ظروف معيشتهم، بيبقى في عندك الشق الثاني اللي بدك ترجع تحارب يمكن كرماله، أو يمكن تحارب لتغطي مشاكله، يلي هو الموضوع يلي الصيانة خليني أقول، أو المعدات، أو الأشياء يلي بدها تندفع فريش، بدها تنجيب بطريقة سريعة لما يكون في مشاكل بهيدا القطاع. هل رح ينحكى بالموضوع مع معالي الوزير؟ هيدا شرط كان من شروط نقابة الموظفين هيئة أوجيرو، وهيدا شرط من شروطي الشخصية أنا. هلا بطبيعة الحال أنا ما فيني أعمل إضراب إذا ما عملوا الشباب اللي عليهم بوزارة المال وبمجلس الوزراء. لا يمكن أن تستمر الهيئة بصرف نص مخصصاتها، أكثر من 60% مخصصاتها لحتى تجيب كهرباء وتولي الطاقة لتشغيل السنترالات، بينما مكونات الشبكة اللي عندنا بأوجيرو مكونات كتير كبيرة وكتير متعددة وكتير حساسة، إذا ما ضلينا نحن عم نعملها صيانة في المشاكل حتزيد مع الوقت. وهيدا اللي أنا بحذر منه، إنه قال الأوان الاهتمام بقطاع كان يرد 42 مليون دولار بالشهر، اليوم صار عم بيرد أقل من 3 مليون دولار بالشهر، لأنه نحن بعدنا عم نسعر بالليرة اللبنانية وما عندنا فقدنا التوازن المالي اللي بيسمح للصيانة. هيدا مشكل اكبر بكثير من رواتب الموظفين. طيب اليوم استاذ عماد بالطريقه، ما بدي اقول انه عم تستخدموا طريقه الضغط او انه بلشتوا تقطعوا الاتصالات عن الشبكه، ما كان في واي فاي باغلبيه المناطق اللبنانيه بالايام الماضيه، هل هي اسلوب ضغط ام هو فعلا في مشكل يعني وبلش يظهر علنا هلا لانه ما بقى
ما بقى في حدا عم يشتغل. خلينا نكون واضحين ستنا، مبدأ اليوم ولا موظف نهاية وزيره بيرضى أنه توقف الخدمة. خلينا نكون ننطرق من هون، لأنه هيدا أنا لمسته من جميع الموظفين من النقابة أبدا. اليوم أدي أعطيك مثل، لو نحن جاي عنا في عنا كهرب من الدولة بتجي ب 24 ساعة، الناس ما كانت حست بإضراب موظفين نهاية وزيره. نحن اليوم عم بيصير توقف عن الخدمة لما مولداتنا عم تستنفذ مادة المازوت والمولدات عم توقف. فاليوم ما في تعطيل إذا بدك عمدا للشبكة. وبعدين عم نحكي بهذا الموضوع، أنت بنظرك من 404 سنترالات وزيرو عم تشغلها، كم سنترال وقف اليوم الماضي؟ أقل من 10% اللي وقفوا. يعني الكلام عن أنه توقف نحن عم نعطل المرفق العام، هذا كلام مرفوض، وهيدا مهم لهيئة وزيرو ولموظفينا اللي على مدى 30-40 سنة ما وقفوا. نحن من 2019 بينما كل دوائر الدولة وقفت نحن استمرينا بإعطاء الخدمة. بس شو قصة إنه بدنا نقول إنه الشعب اللبناني قاعد من دون كهرباء مناء ساعتين من دون اتصالات أو تليفونات أو أنا بصراحة أنا قلت إنه 10 سنة قاعدين بلا كهرباء ومتعايشين مع الواقع يعني اللي نحن فيه، ولا 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 جربنا انه نتمرد على هالواقع انه في شيء بديهي من حقوق المواطن اللبناني بطل موجود. بفهم حساسيه وضع الانترنت للمواطن اللبناني وللشركات، يعني كان باقي لنا هيدي الشغله يا استاذ، كان باقي لنا بس هيدي الشغله، فشت لنا خلقنا بس هيك. يعني ما بعرف اذا بدك تصدقيني، انا كمدير عام مشير لما وقف السنترال راس بيروت كمان انا قعدت بلا انترنت مثل كل الناس، ولكن نحن حابين الهيئة عم بتضوي على مشكل أساسي إنه يا أخوان أجيروا حملة العبء لحالة، عبء وزارة الطاقة، عبء الأمن تبع شبكتنا، والعبء تبع استمرارية بشكل ما ممكن إنه نتجاهل هيدا الشيء وما نعطيها الإمكانية تستغل. موظفين بيقولوا لي طيب يا استاذ عماد عم دفعنا بنزين لنمشي على مكتبنا وما قادر تعطينا كابل كهرباء لنروح نصلح سنترال، ومعهم حق. طبعا يعني على امل انه اليوم مثل ما حضرتك قلت في جلسه مفصليه بهذا القطاع، على امل انه نشوف الدخان الابيض متصاعد خلال بعد الظهر. نتمنى انه نوصل لحلول ونتمنى ترجع الامور لطبيعتها باجيرو. شكرا على هالمداخله الصباحيه، شكرا لوجودك معنا.